لا نزال في ذات الموضوع. عند دخول المواطن إلى الداخل بعد عناء الوقوف إلى ساعات طويلة وبعد عناء الوقوف ساعات طويلة في الخارج، يتفاجأ بانعدام التنظيم وعدم الالتزام، بالإضافة إلى انتظاره من جديد داخل قاعات تفتقر إلى أبسط الخدمات اللازمة. يا عم ما جاي يمشون واسطات ويقول ليش مشي العالم نص ونص اوائل بعد احنا ما تعرفنا العراقيين هاي بعد الدنيا محترقه على البصمه هاي العالم كله